الانفجار الوحشي بمدينة بيروت تسبب بأزمة إنسانية غير مسبوقة، مع مئات القتلى، آلاف الجرحى و300 ألف مشرد، والمسؤول هو نظام مهمل وحكومة فاسدة. عانى شعبنا من الاستعمار الفرنسي، من غزوات دولة الاحتلال، 15 سنة من الحرب الأهلية. بس هلأ مع وجود الشباب بالمقدمة عم نقدر نحط حد للسياسة الطائفية اللي وصلتنا لهذه الكارثة. الحركة الشبابية للتغيير بلبنان عم تنتظم من أجل إنهاء التدخل الإمبريالي واستغلال الرأسماليين المحليين. واليوم نحن بحاجة إلى مهمة عاجلة من عمال وشباب العالم، التضامن والدعم للشعب اللبناني. نحن بلبنان والرابطة الاشتراكية الأممية حول العالم عم ننسق شبكة التضامن هيدي، ومنطرح عليك تساهم بدولار، يورو أو البيعادل بعملة بلدك. تعاون معنا، لبنان بحاجة لمساعدتك.